أنا أصمم المباراة اليوم. أنا اللي شاهدتها إنه فريق كان له طموح وحافز وفريق بدون طموح ولا حافز. الشباب كان تشاهده اليوم في المباراة تشعر إنه بيلعبوا في الملعب عنده طموح، ما بدون طموح وبدون حافز. وحاولت أفسر الموضوع، وجدت إنه الشباب شعر بصعوبة تحقيق بطولة الدوري وعدم حصوله على الرخصة الآسيوية. أصبح ما تفرق معاه المباريات، الفوز ينهزم، اللعيبة شعروا إنه الترتيب ما عاد يهمهم، الثاني الثالث الرابع الخامس، المهم بعيد عن منطقة الهبوط أو منطقة الخطر. فأصبح ما عنده الطموح ولا عنده حافز إنه يؤدي بجدية اللي المفروض إنه يؤديها فريق الشباب في هذه المباراة. ونظل الوحدة طبعا كانت قريبة جدا في منطقة الخطر وتحتاج إلى نقاط المباراة، فلها حافز ولها طموح إنها تبعد عن منطقة الهبوط والخطر. فشاهدنا أدوا مباراة تكتيكية عالية وأدوا نظام، مع إنه الشوط الأول كانوا أدوا أداء ممتاز عالي جدا، ولكن سبب الإرهاق اللي حصلوا عليه في مباراة الكأس، لعبوا 120 دقيقة وتحت ضغط البلنتيات أو ضربات الجزاء أو ضربات الترجيح بالمسمى الصحيح. وجدنا الشوط الثاني لياقيا أكثر، عشان كده المدرب بدأ يلعب منطقة الدفاع وكثف الدفاع وأصبح زي السد ولعب على الكرات المرتدة. في آخر المباراة طبعا غير أسلوب المباراة، إنه شاف الاندفاع الشباب كامل إلى منطقة الوحدة، فنزل لاعبين لياقتهم لسه جديدة من الاحتياط، وأصبح يعملوا ضغط عالي يوقفوا دفاع الشباب في منطقتهم، وليس يطلع يصير ضغط عالي كثير على دفاع الوحدة. فمباراة تكتيكية كانت.